ايه رايك في احمد القندوسي؟ اعتقد ان هو خامه جيده يستطيع ان يستفيد منها كولر والنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. برغم ان المباراه كانت صعبه جدا يا كابتن اسلام، ولكن هو نزل شفت كواليتي لعيب، شفت كواليتي لعيب مختلف شويه عن لاعبي نص الملعب في النادي الاهلي. هو لعيب كوير بيلعب بشماله كويس جدا، الريتم بتاعه سريع، لما بياخد الكره دايما بيبقى عنده قرار، يعني اول ما بيستلم يا بيلم ويلعب باص، يا الا كابتن بيلعب اوفر، يا الا بيلعب شورت باص. فهو متميز جدا، تسديداته لسه ما شفناهاش، ولكن هو ايمن في المباراه كان يعني تحس ان في لعيب تقيل نزل في وسط ملعب النادي الاهلي كوير. وانا عارف انت كنت عاوز ميزه عند القندوسي هي فكره علي معلول، فكره حتى ديانج لما جبناه، انت بتجيب لعيب من افريقيا اللي هو لعب حافظ يعني الدنيا يعني معاك، يعني مش هياخد الوقت وده اللي حصل. فهو نزل في وقت صعب للامانه، المباراه برضو ان انت يعني دي برضو احسن الفرصه، المحاوله كان ليه محاوله بس للاسف لاعب الهلال عملها بلوك، يعني هي الامانه التسديده كان شكلها كويس جدا. هم عملوا بلوك كويس، حتى يعني عمل ترقيصه، عمل خد كور تانية، عمل تمريرات، نتكلم يعني في الوقت اللعب وال 30 دقيقه اللي لعبها، نسبه التمريرات بتاعته تمريرتين بس اللي اتقطعوا منه، حتى في الخريطه الحراريه بتاعته زي ما شاكر كده كان بيقول الحته الشمال، برضو كويس ان انت يبقى عندك الحته بتاع لعيب نص الملعب طبعًا دي برجل شمال، بحيث يديك التنوع اللي انت عايزه، لان احنا مع السولية، ديانج، حمدي فتحي، اكرم، ربنا يرجعه لنا بالسلامه لما بيلعب الحته دي، وليد سليمان وبطه. فهي هنا لو هنستعرضنا الخريطه لو هي موجوده، يعني كلها تلاقيها في الحته اللي كان فيها المشكله في الشوط اللي الهلال كان بيهاجم من عليها بكتير في بدايه الشوط الثاني، اللي هي ورا احمد عبد القادر وعلي معلول، لما خلاص يعني جابوا اخرهم بدنيا زي ما بنقول كده والحته دي فاضيه، فهو مال الحته دي بياخد الكره بيستلم وبيسلم كويس. فهو كواليتي لعيب مهم جدا، صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، ان شاء الله هيساعد اكيد كولر في فكره الروتيشن اللي عايز يعملها، لان هي طريقه لعب كولر هي محتاجه النوعيه بتاعه القندوسي مروان عطيه بالزبط. فلما يبقوا موجودين في وجود عمرو السوليه اللي يعني بيصعب عليه عمرو السوليه فعلا صعب، يعني بيصعب على الواحد، لانه من اللعيبه اللي استنزفت في السنين الاخيره ما بين النادي الاهلي والمنتخب، مع حمدي فتحي، مع ديانج، تنوع. هي دي، بص يا كابتن، الخريطه موجود في الحته اللي هي الشمال دي، ده تحركاته في 35 دقيقه، بص راح تقريبا في النص الشمال ده كله في الحته الدفاعيه الهجوميه، منه يعني فدي حاجه كويسه.